بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم للمرة الثالثة، ويا رب ما أكونش صدعتكم. الكلام المرة دي علمي بزيادة، بس ممكن يكون يفيد ولادنا قوي. اتكلمنا إزاي إن الكون ما ينفعش يكون جه لوحده، وحتى لو سلمنا بالبيج بانج فربنا هو اللي استخدم طريقة البيج بانج في خلقة الكون. وكمان اتكلمنا إن ما ينفعش تكون الخلية والحياة جت لوحدها، لا الخلية ينفع تكون اتكونت لوحدها بالصدفة، ده كلام مش علمي، ولا الحياة عرف حد يحضرها في المعمل بالصدفة. الحياة والخلية والكون محتاجين إله. النهاردة هنقول الموضوع الثالث اللي يكمل القصة على بعضها. ايه الموضوع؟ الإنسان هل ينفع يكون جه نتيجة سلسلة من التطور بتاع الخلية الأولانية إياها دي؟ يعني الخلية اللي كانت عاملة زي الأميبا دي، اللي بعد كده بقت عاملة زي السمكة، اللي بعد كده بقت برمائيات، اللي بعد كده بقت حيوانات، وبعد كده بقت حاجة تشبه الشمبانزي أو كائن وسطي ما بين الشمبانزي والإنسان، ثم تطور وبقى إنسان. أنا عايز أقول لكم دي اسمها نظرية التطور بتاعة داروين اللي حضراتكم عارفينها، لكن الكلام العلمي ما بيسميهاش نظرية التطور على فكرة، هي بيسميها فرضية التطور. ايه الفرق بين فرضية ونظرية؟ النظرية الثيوري يعني حاجة مقترحة وابتدينا نلاقي عليها اثباتات. الحقيقة الايفوليوشن هي هايبوثيسز، فرضية، لان لا يوجد عليها اي اثبات علمي. تقول يعني انت ما بتؤمنش بالتطور؟ بقول لك ايه، مش هكمل معاك كلام. لا، نحن نؤمن ان ممكن يكون في element of evolution بنسميه تنوع، يعني في الجنس الواحد في تنوعات بتحصل بحسب الانتخاب الطبيعي بتاع كل بيئة الكائن ده عايش فيها. يعني الحيوانات اللي عارفة تعيش في المناطق الاستوائية ليها صفات معينة عشان تعرف تعيش، الحيوانات اللي ما كانش عندها الصفات دي ماتت في المناطق الاستوائية، واللي عندها الصفات دي عرفت تعيش زي الشعر الكثيف أو اللون الداكن. وبعض الحيوانات التانية اللي عايشة في المناطق القطبية تعرف تعيش هناك، لأن لو في هناك حاجات داكنة أو بشعر كثيف من النوع بتاع المناطق الاستوائية هتموت، واللي هيعيش اللي عرف يتكون مع البيئة. ده نوع من الانتخاب الطبيعي يعمل نوع نسميه مايكرو ايفوليوشن، تجاوزا. لكن إن حاجة مش إنسان بالوقت تبقى إنسان، أو حاجة مش زرافة حاجة تشبه الحصان وبالوقت تبقى هي الزرافة، الكلام ده مش علمي ومفيش أي حاجة علمية بتقول كده، لسبب بسيط. إن المنظر اللي قدام حضراتكم ده، الشمبانزي اللي موجود ده أو الحاجة اللي تشبه الشمبانزي دي عشان يفرد ظهره كده ويبقى إنسان، ده مش مجرد عامل وقت. ده الشمبانزي ده عنده دي إن إيه وكروموزومات مختلفة خالص عن الإنسان اللي واقف قدامكم ده. الكروموزومز مختلفة، مش حكاية عايز يفرد ظهره. اللي عايز يفرد ظهره دي نظرية قديمة قوي للراجل ده، كان اسمه لامارك، يمكن تكونوا درستوه، اللي قال لك ان الحيوان اللي قدامكم اللي عامل زي الزرافة ده كان عايز ياكل من الشجرة، فكل شوية عمال يمد رقبته كده لحد ما رقبته طولت فعرف ياكل من الشجرة. فالاولاني كان حاجة تشبه الحصان، التاني حاجة تشبه الزرافة. الكلام ده كلام فارغ، لان مفيش حاجة اسمها واحد يحاول يمد رقبته يقوم الجيل اللي وراه يطلع رقبته طويلة. يعني أنا لو لعبت جيم مثلا وعضلاتي بقت قوية، يوم ابني يطلع عضلاته قوية؟ لا، هيطلع رفيع زيي، لأن أنا جيناتي رفيعة، ولو مراتي بنفس جسمي ابني هياخد الصفات مننا. بغض النظر أنا أثناء حياتي قعدت ألعب جيم، بس هو مش هيطلع عنده عضلات. فالزرافة اللي عايزة تطور رقبتها دي ابنها مش هيطلع كده، ده احنا محتاجين فقرات تزيد وعضلات تتكسي وأعصاب تطلع شغلانة. لامارك ده اللي طلع النظرية دي كان قبل ما يجي مندل، جورج مندل، ويقول لنا ان في حاجة اسمها جينات وكروموزومات ودي ان ايه. انا اقول لكم المفاجأة، داروين نفسه نشر الكتاب بتاعه بتاع اصل الانواع قبل ما مندل ينشر الكتاب بتاع الجينات والكروموزومات والدي ان ايه بسنة. للأسف، يا ريت ما كان ده حصل. لو كان مندل نزل افكاره بتاعت الجينات والكروموزومات والدي ان ايه والصفات المتوارثة، ما كانش داروين عرف ينزل فكرة التطور، لأن التطور في سكة ودي ان ايه والكروموزومات في سكة تانية. الحيوان اللي ليه صفات علشان
يبقى شبه الإنسان في الآخر، ده محتاج كروموزوماته تتغير، يضاف عليها كروموزومات أو يتشال منها كروموزومات، مش مجرد جسمه هو اللي يتغير. يعني تعالوا نتتبع الحتة دي في عجالة سريعة. المنظر اللي قدام حضراتكم ده منظر لشكل الشمبانزي أو الكائن الوسيط ده اللي شبه الشمبانزي، ومنظر الإنسان في الآخر إزاي وصل. إحنا عندنا مئات من الأشكال بتاعة الشمبانزي دي، وعندنا مئات من الشكل بتاع الإنسان. الحاجات اللي في النص دي بنسميها الحلقات الوسيطة، دي مش موجودة، مفيش الحد اللي مقتب شوية ده ونصه شمبانزي نصه إنسان. ده لو لقينا المنظر ده أقدر أحطه في الشكل المتسلسل اللي قدامكم، لكن أنا عندي الأولاني وعندي الأخراني بس ما عنديش اللي في النص، فمفيش حاجة تقول إنه ابتدى يفرد رقبته كده عشان يبقى، ونلاقي مثلا الشمبانزي 46 48 كروموزوم، اللي بعده 47، الإنسان 46، مفيش دي، مفيش التدرج اللي بالمنظر ده. هتقولي لا، بس احنا عندنا هنا بيقولوا ان اكتشفوا بعض عظام الحفريات والحاجات دي حاجة تشبه الانسان، لا هي انسان قوي ولا هي شمبانزي قوي. نفسي اقول لكم شوية من اللي بيقولوا عليهم كائنات وسيطة دي. تعالوا نبص عليهم بسرعة. يعني مثلا المنظر اللي قدامكم ده، ايه المنظر ده؟ قال لك اكتشفنا جمجمة قرد، بس لقينا الفك بتاعه فك انسان، فقال لك بس دي المرحلة بتاعت القرد لما كان ابتدى ياكل جامد زي الانسان، فابتدى يبقى ديفلوبت قوي الفك المندبل بتاعه، لكن جمجمته لسه بتاعت الشمبانزي كده او القرد، وسموه نات كريكر مان، اكتشفه واحد اسمه لويس ليكي. الا ان الابحاث اللي اتعملت عليه الحقيقة طلعت الاتي، ان الجمجمة بتاعت قرد صغير والفك بتاع قرد تاني بس كبير. ده الجمجمة اكتشفت في طبقة من الأرض والفك اكتشف في طبقة تانية، وفي ما بينهم مسافة طويلة، لكن الشخص اللي لقى ده ولقى ده قال لك دول بتوع نفس الكائن، والكائن ده عبارة عن حاجة بينية ما بين الإنسان والقرد، راس وراس قرد، فك وفك إنسان. الحقيقة ده أصلا ده بتاع مخلوق وده مخلوق تاني، ده قرد صغير وده مش إنسان ولا حاجة، ده قرد كبير. وبتنشر وممكن تكونوا قريتوا على النات كريكر مان على انه حقيقة، بس المراجع قدام حضراتكم اهي اللي بتثبت ان العلماء نفسهم مجمعين ان ده مش حاجة وسيطة ولا هو الحلقة المفقودة ما بين الانسان والشمبانزي ولا حاجة. اكتشاف تاني مشهور قال لك الانسان مكتشف النار، بتشوفوا شكل الانسان العصر الحجري بقى اللي ماسك شعلة نار ده وشعره طويل وسنه عامل زي فك زي القرد كده، وقال لك بس ده المنظر اللي لا انسان قوي ولا قرد قوي، حتى ولادنا بياخدوا حافظين الشكل ده من الافلام الكرتون، حتى الشخص اللي هو العصر الحجري ده اللي ماسك عصايه كده مدببه كده وبيكتشف النار ده، سموه الهومو اريكتس، انسان مكتشف النار. مين اللي اكتشفه ده؟ الانسان اللي قدام حضراتكم ده اسمه سير تشارلز داوسون سنه 1912. اكتشف ايه المره دي؟ قال لك برضو اكتشف فك، بس الفك بتاع قرد، ولقى الانف والعظمه الخلفيه اللي اسمها الاوكسبيد دي بتاعت جمجمه انسان، وقال لك بس جمجمه انسان ومعاها مناخير انسان ومعاها فك بتاع قرد، يبقى المنظر ده جمجمه حاجه لها انسان قوي ولا قرد قوي، ده الانسان وهو لسه بيكتشف النار، حاجه ما بين الشمبانزي وما بين الانسان كده. المفاجاه ان سنه 1953 هو اكتشف الكلام ده، 1912 1953 اكتشف العلماء انها مزورة عمدا، فالفك السفلي ده بتاع قرد عادي، اما الانف والعظمة الخلفية بتاعت الجمجمة اللي هي الاوكسبوت فتم صياغتها بكرومات البوتاسيوم، والاسنان لشمبانزي تم نحتها وصبغها ووضعها في الفك، مزورة عمدا، وهو ده العلم، لدرجة ان الكائن ده بيسموه البيلت داون، متسمي في الكتب العلمية بيلت داون هوكس، ده لدرجة هوكس طبعا يعني خدعة، لدرجة ان حضرتك لو كتبت على جوجل دلوقتي الانسان مكتشف النار او بيلت داون مان هتلاقي جوجل لوحده راح مكملها لك هوكس،
ان دي حاجه هوكس، بس بالرغم من كده احنا لسه بندرسها، ودي المراجعه قدامكم وصوره الجريده اللي بتقول كده. الانسان مكتشف النار هو الحلقه اللي ما بين الانسان والقرد، دي لا هي مكتشفه ولا حقيقيه. القرد والفك والحاجات دي حاجات اتعملت بالبوتاسيوم وبالكرومات علشان يطلع مظبوط، وبعد كده نسميها ان هي علم. حابب اقول لكم الشخصيه رقم 3، ده انسان اسمه انسان جاوه، جافا مان، وده بالذات انا بحبه لاني كنت بدرسه وانا في اعدادي، وفاكر كويس قوي لما درسته وجيت لاخويا اللي اكبر مني وقلت له احنا خدنا النهارده في السيانس في العلوم حاجه كده ما بين الانسان وما بين القرد، هو فعلا هو ربنا ما خلقش ادم؟ هو في حاجه كانت قبل ادم؟ فقال لي لا لا، بص العلم ده حاجات ندرسها تبع العلم بس بغض النظر الدين بيقول ايه. لما كبرت بقى قعدت ادور على مين هو انسان جاوة ده اللي احنا درسناه واحنا صغيرين. جاوة دي اللي في اندونيسيا. قال لك اصل في واحد اسمه سير يوجين دوبوا، انسان عالم هولندي مشهور قوي، هو اللي اكتشفه. اكتشف ايه؟ اكتشف المنظر اللي قدامكم ده. وقال لك بس انا اكتشفت في اندونيسيا الانسان البدائي كان عايش في اندونيسيا. قال لك ليه بقى؟ قال لك انا اكتشفت جمجمة بتاعت قرد، كان المرة دي بقى جزء كبير منها. اما عظمة الرجل، عظمة الفخذ اللي هي الفيمر، لقيتها مستقيمة كده مع ان بتاعة القرد بتبقى مقوسة. يبقى ده القرد بعد ما ابتدى يفرد رجله، ده بقى الحاجة اللي ما بين الانسان والقرد. الجمجمة جمجمة قرد، لكن الرجل ابتدت تتفرد وبقت مستقيمة كده، يبقى دي بتاعة الانسان، يبقى ده القرد الانسان، وسماه الايه؟ انسان جاوة. الاول لما تقرأ الاكتشاف بتاعه هتلاقيه اكتشف الجمجمة والعظمة بس فرق ما بينهم 50 قدم، واكتشفوا هما الاتنين في طبقتين مختلفتين من الأرض أصلا يعني. بس بعد ما اكتشفهم وعمل منهم الفيلم دو، جم العلماء الألمان سنة 1907 وقالوا له بقول لك إيه، ما تودينا أندونيسيا عشان نلاقي عظام تانية ونعمل بقى متحف بيثبت إن الإنسان كان أصله في أندونيسيا. رفض، أصروا، رفض، أصروا وهددوه إن هم يسحبوا منه الإعلان اللي هو عمله ده ويشككوا في صحته، فاضطر إنه يعترف. يعترف، تخيلوا إحنا بنتكلم علم المفروض اسمه علم، ده قرر إنه يعترف بعد ما كان حصل على كم من الترقيات والشهادات. اعترف إيه؟ إن سقف الجمجمة هو القرد عادي جدا، هو اكتشفه فعلا في أندونيسيا. أما العظمة اللي لقاها فدي عظمة إنسان عادي جدا اكتشفوا برضه في أندونيسيا بس في مقبرة إنسان، وحط الاتنين جنب بعض وبقى ده الإنسان بتاع جاوة اللي أنا كنت بدرسه في إعدادي وولادكم بيدرسوه في الساينس لحد النهاردة، إن ده الحلقة المفقودة ما بين الإنسان وما شابه الشمبانزي، وإن الإنسان كان أصله عبارة عن خلية فضلت تتطور بقت حاجة زي الشمبانزي، فضل يتطور بقى حاجة زي الإنسان، والحلقات اللي في النص دي اكتشفناها بأمارة إنسان جاوة المزيف. إيه رأيكم في اللي أنا بقوله ده؟ وقيس على كده بقى إنسان نيوردنتال اللي بالدي إن إيه ابتدينا نعرف هل هو إنسان ولا هو حيوان، والدي إن إيه مطابقة للإنسان، هيكل لوسي وحاجات كتيرة جدا من النوعيات دي بيطلعوها، وكل شوية يطلعوا ان احنا اكتشفنا حاجة جديدة ويطلع في الاخر ان هي حاجة excuse me غير دقيقة او غير علمية، او على الاقل خلينا يعني ايه نراعي الكلام العلمي، تحتاج مزيد من التوثيق والفحص. اختم كلامي بناشنال جيوغرافيك 2004 عدد نوفمبر 2004 اللي بيقول سجل الحفريات بيشبه فيلم سينمائي مكون من 1000 صورة فقد منه 999 في حجرة المونتاج. يعني عايز يقول ايه؟ يعني سجل الحفريات عبارة عن 1000 مرحلة، اكتشفنا الانسان واكتشفنا الشمبانزي، اللي في النص دول كلهم مش موجودين. موسوعة التطور نفسها تبع جامعة اوكسفورد طبعة 2002 كاتبة كده، الحلقات المفقودة ما زالت مفقودة، الحلقات المفقودة ما زالت مفقودة. فما ينفعش يكون الإنسان والشمبانزي جايين نتيجة تطور من بعض، لأن ده عدد كروموزوماته غير عدد كروموزومات ده. والبعض للأسف عشان يفلت من الحتة دي قال لك طب خلاص
تاهت والإناها مش هي قصة كروموزومات، حصلت ميوتيشنز في الكروموزومات. يعني الشمبانزي على مدار السنين الكروموزومات بتاعته حصل فيها ميوتيشنز فاتغيرت وتنوعت، وإيه بقت الإنسان في الآخر. الكلام ده غير علمي بالمرة، لأن الميوتيشنز أو الطفرات بتفسد في الكروموزومات مش بتطورها. وكمان الكروموزومات لو حصل فيها ميوتيشنز هي بتتغير مش بتزيد ولا بتنقص، هي بتفضل بنفس العدد بس بتتغير. حتى اسمها طفرة، ميوتيشن، تغيير مش إضافة. عدد كروموزومات الإنسان غير عدد كروموزومات الشمبانزي، حتى لو كان في نسبة تقارب ما بينهم، البعض بيدعي إن هي 97%، هي أقل من كده، أقل من 90%. تقولي برضه بس 90% كتير. أقول لك على حاجة، كون إن الشمبانزي والإنسان كائنات حية وبتنمو وبتاكل والشمس بتأثر عليها والحاجات دي، أصلا مخلية إن في تشابه ما بينهم 80% من غير ما نتكلم كده، مش حكاية إن هم جايين من بعض. أقول لك الدليل، إيه رأيك إن نسبة تشابه الإنسان، خلايا الإنسان الدي إن إيه بتاعه والبطاطا، عارفين نبات البطاطا، 60%. فما نستغربش إن ما بين الإنسان والشمبانزي 80%، ده مش معناه إن جايين من بعض، معناها إن جواه وظائف حيوية موجودة هنا وموجودة هنا، فلازم يبقى فيه عدد من الكروموزومات متشابهة. هتقولي بس عدد كروموزومات الإنسان قريب من الشمبانزي. أقول لك إيه رأيك إن الشمبانزي أكتر من الإنسان، شمبانزي 48 كروموزوم، الإنسان 46، هل معنى كده بقى إن الشمبانزي متطور أكتر من الإنسان؟ طب إيه رأيك إن الإنسان والموز 46 كروموزوم، هل الإنسان معناه إنه كان أصله موز عشان هما الاتنين 46 كروموزوم؟ الكلام ده ملوش أي صحة، وهي عبارة عن تلزيق جنب بعض عشان نثبت فكرة غلط. الميوتيشنز ما تصنعش تطور من شمبانزي الإنسان. هقول لك حاجة أخيرة، أنت عارف لو مشينا ورا فكرة إن الميوتيشنز حصلت وغيرت في الكروموزومات وغيرت للأحسن وأضافت كروموزومات، طب أنا ماشي معاك في كل ده، أنت عارف علشان عظمة الفخذ بس بتاعت الشمبانزي بدل ما هي مقوسة كده تبقى ستريت وتبقى شبه الإنسان، إحنا محتاجين عدد طفرات تقعد تتغير 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 لمدة 6 مليون سنة علشان الرجلين بس تتعدل. انت لسه ما غيرتش الدماغ، ما غيرتش الشكل الخارجي، ما غيرتش الوظائف الحيوية، انت عشان تغير عظمة واحدة محتاج 6 مليون سنة. اذا فكرة الطفرات دي غير مقبولة. هقول لكم المفاجأة اللي اختم بيها، لما فكرة ان التطور جه نظرية لامارك اللي هي الراجل اللي بيفرد ظهره دي طلعت غلط، وبعد كده الكائنات الوسيطة الحفريات اللي طلعت مزورة، وبعد كده فكرة الميوتيشنز اللي طلعت مستحيلة، عارفين معظم الايسيست دلوقتي بيؤمنوا ان الحياة جت على الارض ازاي؟ انا هفاجئكم دلوقتي ان 80% من الايسيست في العالم يؤمنوا ان الحياة على الارض جت نتيجة، ما ينفعش يكون الصدفة ولا البيج بانج بس ولا الخلية والأورجانيك سوب لو فاكرين ولا الشمبانزي تطور، الكلام ده طلع فاشل كله. طيب بيؤمنوا بإيه؟ على رأسهم ريتشارد دوكنز نفسه يقول إن الحياة على الأرض جت نتيجة كائنات فضائية جت ورمت بذرة الحياة على الأرض. الحقيقة أنا بعد ما حضرت توك لريتشارد دوكنز قال فيه الكلام ده، أنا من بعد هذه اللحظة ما بقتش أقرأ كتير في الإلحاد، لأن اكتشفت إن الموضوع خرج بره العلم تماما. يعني إيه كائنات فضائية أصل الكون يعني؟ طب الكائنات الفضائية دي جت منين؟ بلاش أقول لك إن ده كلام تخريف، الكائنات الفضائية بقى ما لازم يكون ربنا خلقها برضه، طالما مش نافعة تيجي من ميوتيشنز ولا الكلام ده. خلوا بالكم إن الإنسان طالما بعد عن فكرة ربنا غصب عنه هيميل للحتة الميتافيزيكس دي، تلاقي الكائنات الفضائية والإيليانز ليه؟ لأن الإنسان عنده احتياج إنه يميل لقوة خارجية متحكمة فيه وكونته ويقدر يصلي لها ويتواصل معاها. ما حققش الفكرة دي في ربنا هيروح يحققها في الكائنات الفضائية. لدرجة إن القديس بولس
من القرن الأول الميلادي، بس عشان ده وحي الكتاب المقدس يقول لنا خلوا بالكم في حاجة اسمها العلم الكاذب. العلم الكاذب بيورط الإنسان. في رسالته لتيموساوس يقول: اعرض يا تيموساوس عن العلم الكاذب الاسم سودو ساينس. ومرة تانية يقول: محدش يسبيكم بفلسفة فيها غرور، غرور الفلسفة. ده قال مرة آية أنا استغربت جدا بعد ما كنت بدرس الحاجات بتاعت الحفريات المزورة دي، قمت لقيت للقديس بولس آية في تيموساوس الثانية الإصحاح الثالث آية 13، بيقول بيتكلم عن الناس اللي بيضلوا الآخرين، يقول: ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أرضى مضلين ومضلين، أما أنت فأثبت على ما تعلمت. وده اللي جاي أقوله لحضراتكم وتقولوا لأولادكم: ما تمشيش ورا العلم بس لأنه متغير، ولو مشيت ورا العلم امشي ورا العلم للآخر، ما تاخدش العلم السودو ساينس. أنا راجل بحب العلم، بس مش ممكن أكتفي ببيبر موجود على جوجل معرفش مصدرها، أو ناس ليهم فكرة عايزين يثبتوها من ورا علم متغير كاذب ولم يثبت. لا يسبيكم أحد بالفلسفة والكلام المقنع وياخدك في حتت عشان بيعرف يتكلم أحسن منك يلخبطك. وفي نفس الوقت اوعى تمشي وراء ناس مزورين يتقدمون إلى أرض مضلين ومضلين، أما أنت فإثبت. صدقوني اللي اتعلمناه من واحنا صغيرين، الإيمان البسيط بأن الله خلقني فبحبه وبيحبني ومحضر لي السماء. ما أبسط هذه الكلمات وما أكثرها راحة للإنسان. الإنسان اللي يؤمن بالأفكار البسيطة الإيمانية دي إنسان عايش مرتاح ومريح. أما الإنسان اللي واجع دماغه ده للأسف بتكون نهايته لأنه مش متصالح مع روحه، يا مكتئب يا منتحر يا مضل ومضل. ربنا يحمينا كلنا ونثبت في الإيمان اللي أخذناه ببساطة في المسيح يسوع، لإلهنا المجد الدائم للأبد آمين.